مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين بعيون عربية. اليوم جبت لكم أسعار الدرونات لعام 2023. أنا شفتها كلش تغيرت فحبيت أعمل لكم فيديو جديد حتى تشاهدون الأسعار الجديدة. طبعا كلها أنا شفتها غلت سبحان الله عن السابق. أول شيء هذا أول درون، ومثل ما تشاهدون هذا الدرون سعره بحدود 1039 أورو تقريبا 1100 دولار. طبعا هذا يعني كلش غالي. الدرون الثاني هذا بحدود 1700 دولار، مثل ما تشاهدوا يعني ضخم. هذا الثالث بحدود 1200 دولار، 1200 أورو طبعا وصغير هو لكن 1200. وهذا الرابع بحدود الصغير 590، يعني بحدود 650 دولار، وأيضا صغير مثل ما تشاهدوا. وهذا اللي بعده بحدود 1300 أورو، يعني بحدود 1400 دولار. حتدرون السعر أيضا ده يختلف، صار تقريبا 1.9. وهذا درون صغير، وشفت لكم هذا الدرون، شوفوا صغير لكن سعره 1400 يورو، كلش حلو ولفت نظري، هذا كلش عجبني والله. فهذا سعره 1400، وراح تلقوها أيضا أكيد بأمازون أرخص طبعا، ممكن 50 أو نفس الأسعار. وأيضا شفت لكم هذا الدرون الأخير، هذا سعره 2700 أورو. طبعا هذول الدرونات كلش غلط. هذا أتذكر كان سعره 1200 أورو إذا ما الله كذبني، وهذا ما مكتوب عليه سعر، بس أعتقد بين 1200 و1700 ما يتعدى. وهذا بحدود كان أتذكر 900 أو 1000، بس الآن ما مكتوب عليه سعر. فهذول الأسعار جبت لكم إياهم، يعني أنا شفت تقريبا أقل شيء غلط كل درون بحدود 500 إلى 700 يورو. ما أعرف، ممكن المواد الأولية، أزمة الصين، ما أعرف. طبعا الكنترول وياهم، وأكيد تأخذ ضمانة لمدة أقل شيء سنة، ويصير سنتين ويصير ثلاثة، تعتمد تنطي مبالغ حتى تزيد الضمانة مالتك. هذا اللي حبيت أشرح لكم إياه عن الأسعار الشيء الجديد اللي نازل من الدرونات. هذه الدرون كلش عجبتني، تشاهدون المراوح مالتها تصير بالأسفل بعكس بقية الدرونات، أنا شفتها بالأعلى وما بيها هذه الحلقات اللي تحميها. وسعرها أيضا يعني مو كلش رخيص، 1400، والكاميرا مالتها كلش حلوة، فكلش هاي عجبتني. وأتمنى بنهاية الفيديو استفادتوا. ادعموني باشتراك ولايك، وشكرا لكم، مع السلامة.